خمس صفحات أجندة مرشد، بس الصفحة المرة دي هتتكلم عن محصول الطماطم. هيكون معنا في الفقرة دي إن شاء الله البشمهندس محمد أحمد شفيق، أحد المزارعين وملاك الأراضي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. إحنا عايزين نعرف من حضرتك إيه هي أهم المعاملات اللي بتتم لمحصول الطماطم في الفترة دي من السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا عندنا الفترة دي بالنسبة للطماطم فترة تزهير وعقد، والمرحلة دي مرحلة حساسة جدا، فلازم بنتبع شوية توصيات عشان خاطر نحافظ على الزهر الموجود ونزود كمية العقد. نمرة واحد، أهم حاجة إن إحنا بنعمل عملية إزالة الحشاش اللي موجودة في الأرض إن وجدت وتنطلعها بره الأرض عشان نعدمها. نمرة اتنين، بالنسبة لموضوع التسميد حضرتك، بنعمل حسابنا إن إحنا بنقلل التسميد الأزوتي في الوقت الحالي، النيتروجيني عموما، وبنستعيد عنهم التسميد البوتاسي وبعض العناصر اللي هي من شأنها إنها تزود لي نسبة التزهير وتحافظ على نسبة التزهير وتزود لي كمية العقد. طيب خلينا قبل ما نكمل بقية العمليات برضو نعرف من حضرتك كده فوائد خطوة خطوة من اللي حضرتك قلتهم دول دلوقتي. تمام. يعني موضوع يعني تنظيف الحقل من الحشائش، الغرض منه إيه؟ أنا كمزارع حضرتك بنزل الأرض دايما باستمرار كل يوم عشان خاطر عيني على الأرض، لو في أي ملاحيظ في النبات بشوفها الأول قبل ما تحصل أي خطورة، فأنا فبتبعها عشان خاطر ما يحصلش أي مشاكل ولا ضرر للنبات. فلو لقيت حشائش في الأرض، أول حاجة بعملها إن أنا بشيل الحشائش دي أعدمها بره الأرض، لأن الحشائش دي مصدر وعائل جدا للجميع من جميع الأمراض والآفات اللي بتصيب محصول الطماطم. تمام. زي إيه من العوائل؟ حشائش يعني زي الزربيح مثلا، زي العليق، زي رقبة، أي حشرة بتكون عائل لإيه بقى؟ بتبقى عائل للمن، حشرة التريبس، حشرة الجسد، حشرات كتير جدا بتيجي على الحشائش وبعدين تتنقل من الحشائش إلى النباتات مباشرة. بتكلفني عمالة طبعا وبتكلفني مبيدات أرش بعد كده، في حين أنا لو شلتها وعدمتها يبقى أنا بريح نفسي من حاجات كتيرة جدا. تمام. يعني الإعدام طبعا إخواننا المشاهدين بيتم على إن إحنا بنلم الحشائش ونضعها في كيس بلاستيك ونقفله كويس ونتخلص بيها بعيد عن الحقل، لأن أعتقد إن ممكن الحشائش دي تكون حاملة الأمراض ووجودها جنب الحقل ممكن يسبب مشاكل. انا سيادتك لو لميتها وحطيتها بره المشايه كاني ما عملتش حاجه، لان صحيح. بيبقى فيها معظمها تقاوي، والتقاوي دي حين لما بتحصل لها عمليه جفاف فبتفرط، يجي الرياح تروح واخده التقاوي من على المشايه منزلها الارض، في وجود الميه تطلع كميه كبيره اكتر. اكتر من فبالتالي ان انا بعد ما زي ما يعني كلمه اعدمها يعني ان انا باخدها بجمعها بره وبعدين احطها في اكياس وافحط في الارض واردمها واردم عليها كده، ما بعد مضمن انها ما تتنقلش تاني للارض خالص. صحيح. ونبعد يعني على قد ما نقدر عن موضوع حرق الحشائش، لان الحرق زي ما احنا عارفين ان هو ملوث للبيئه. طيب خلينا نعرف برضو من حضرتك يعني فوائد العمليات اللي حضرتك قلتها بعد الحشائش. احنا قلنا بعد الحشائش هنهتم قوي بموضوع التسميد في الفتره دي. بيجي كم مصدر حضرتك من اهمها؟ التسميد والري. احنا في الفتره دي فتره حساسه زي ما قلت لسيادتك، لانها فيها نسبه تزهير. برأي دايما ان انا ما رويش اثناء درجه الحراره، يعني في وقت الظهيره دي ما رويش، دايما الري بتاعي بيكون اخر النهار. وانا عاده بروي كل يوم دلوقتي، بدي مثلا نص ساعه حسب التربه اللي عندي. التربه طبعا زي ما سيادتك عارف المنطقه الصحراويه متباينه، في تربه رمليه وفي تربه صفراء وفي تربه اكيد التربه الرمليه هتسحب شويه ميه زياده، فبالتالي انا بشوف نوع التربه اللي عندي ايه وبناء عليه انا بتعامل في الميه. فبروي كل يوم، حاليا عندنا هنا في الارض لمده نص ساعه، ودايما الري بتاعي يكون اخر النهار عشان تبقى الارض رطبه ويصبح ثاني يوم النبات واخد حقه من الميه وفي رطوبه كافيه في التربه. لكن الري في الاوقات الحر الشديد طبعا جزء منه كبير بيروح في مناطق مش مطلوب يا فندم، يعني. لان طبعا الارض لو حضرتك شفت دلوقتي الارض سخنه جدا، ففي نسبه فقد، في نسبه تبخير، النبات بيبقى سخن، الجذور بتاعته سخنه، فبتنزل الميه ساقعه فيها نسبه تسميد، فبتعمل عمليه غثيان للنبات وضرر للنبات. فيفضل ان انا الري بتاعي يكون اخر النهار بعد المغرب، يصبح النبات ثاني يوم واخد حقه من الميه مرتوي كويس داخل على درجات الحراره، فما فيش ستريس على النبات تماما. تمام. احنا زي ما احنا شايفين هنا يعني الري عن طريق الانابيب. تمام. صح كده؟ الري بالتنقيط اللي هي الخراطيم المعايره جي ار، وبالتالي هيكون التسميد برضو عن طريق الانابيب. تمام. ولا التسميد بيتم بشكل مباشر على النبات؟ التسميد يا فندم موجود على على راس الغيط، على البير الرئيسي او خط الماء الرئيسي اللي بينزل للخراطيم. بتبقى في وحده تسميد صغيره عباره عن سماده اسمها الفنشوري. السماده دي بنحط نسبه كميه التسميد الموصى بيه في البرميل وبدوبه جدا خارج البرميل، وبعدين اضيفه بحيث انه ينزل الانابيب بتاعه الري او خراطيم الري زايب تماما، لان لو نزل من غير ما يكون فيه تم الاذابه فبيعمل لي انسداد للنقطات. فدي مشكله بتقابلني. ثانيا ان انا بوصي دايما ان احنا كل اسبوع ولا 15 يوم بنعمل عمليه غسيل للشبكه، غسيل الخراطيم دي عشان لو فيها رواسب بعمل عمليه تنظيف ليها. ثانيا ان انا هنا ازاي بيتم يعني خلينا نعرف برضه ازاي بيتم عمليه تنظيف الانابيب. التنظيف الانابيب يا فندم بتبقى بطريقتين اتنين. الطريقه الاولانيه ان انا بفتح الميه، واخد بال سيادتك، الميه الحلوه تنزل للخراطيم، وبعدين افتح نهايات الخراطيم لمده 5 دقائق ولا 10 دقائق، بتطلع لي رواسب التسميد كلها والشوائب اللي موجوده في الميه. تمام. لان الميه جايه من الاعماق طبعا. تمام.
وبعد خمس دقايق بروح قافلها تاني بضمن كده انها ايه اتنضفت كلها. لان انا متابع هنا دراسه دايما ان انا بحط 1 لـ2 لتر حمض نيتريك دائما. حمض نيتريك بيعمل عمليه اذابه للاملاح اللي موجوده من ترسيب التسميد كل اسبوع وبالتالي افتح بيها النقطات ويبقى تمام كله امام. تمام برضو براعي ان انا كل فتره بضيف حمض الكبريتيك بيعمل عمليه تسهيل معايا للشبكه وتنظيف للنقطات ومفيد جدا للطرق. تمام. طيب بالنسبه بقى للمكافحه بالمضادات الفطريه تمام يعني بتتم كل قد ايه؟ انا متابع حضرتك هنا لو زي ما قلت لسيادتك بنقي الحشائش من الارض فبتبقى الارض نظيفه. تمام. فبالتالي لو الارض نظيفه من الحشائش اضمن ان انا مش هيحصل لي ان شاء الله اي مبيدات امراض فطريه. مش هضطر استخدم مبيدات. لكن انا في الوقت الحالي برش بالامراض بالمبيدات الوقايه اللي بترش وقايه زي الكبريت الميكروني ده حضرتك متوفر جدا وسهل جدا ورخيص جدا فبرش بيه وقايه عشان ما يحصليش اي نوع من انواع الامراض اضطر اجيب مبيدات علاجيه وبتكلفني كتير جدا. يعني الوقت ده هنرش الكبريت الميكروني حضرتك ده بشكل وقائي وهو امن طبعا ده امن برش بيه على طول اسبوعيا لانه امن جدا واخد بال سيادتك وما استناش ان المرض يجيني بالتبادل مع الاكسكلور النحاس ودي حاجه رخيصه جدا ومتوفره جدا عند في الارشاد الزراعي متوفره يعني بسهوله للمزارعين. تمام باشمهندس محمد انا عايز اشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمه اللي حضرتك قدمتها لنا وان شاء الله كل اخواننا المزارعين في كل مكان يكونوا استفادوا بيها.